السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، كنرحب بكم إن شاء الله في هذا الفيديو الجديد. غادي نحاول نقدم لكم واحد البريوش يعني بطريقة زوينة ولذيذة كديسير الأولاد ديالنا الدخول المدرسة إن شاء الله. غادي نشوفوا المقادير ديال داكشي اللي غادي خصنا بإذن الله. بطبيعة الحال غادي خصنا البنان على حسب العدد ديال العائله، يعني كل بنانه غادي نديروا نخرجوا منها جوج ساندويتشات ان شاء الله. غادي خصنا واحد كيلو ديال الفرس، كيلو ديال الفرس. عندنا هنا سنيده تقريبا 180 غرام ديال السنيده. عندنا 20 غرام ديال الملحه. عندنا الزبده 250 غرام ديال الزبده. الا ما عندكش الزبده يمكن لك دير الزيت في بلاصه الزبده، زيت نباتيه. عندنا الشوكولا ديال لايكا كريم ديال ميشوك اللي غادي نقدمو كتحليه مع هذا البنان داخل هذا البريوش. عندنا هنا الخميره 20 غرام. هادو هما المكونات ديالنا ان شاء الله: الفرس، البنان، الشوكولا، الخميره يعني والسنيده، وشويه ديال الملحه، وشويه الزبده ان شاء الله. على بركه الله نمشيو نعجنوا العجين ديالنا. غادي ناخذ الفرس ديالنا نخويو في الماكينه باش يعني نعجنوا هاد العجين ديالنا. غادي نضيفوا ان شاء الله الخميره، ونضيفوا الملحه، ونضيفوا السنيده، نضيفوا الزبده على بركة الله. غادي نبداو نضيفو الماء شوية بشوية. العجينة ديالنا ها هي، قلعناها خصها تعجن مزيان. غادي نحاولوا نحطوها فوق الشغلة ديالنا. هيا غادي نقطعوا العجينة ديالنا على شكل كريات هكا. نخرجوا 10 ديال البياسات في المثال هنا، لأن عندي هنا العدد ديال البنان على حسب كل بريوشة. هنا كنزيرو البريوش ديالنا، كنقادوه مزيان ليسيوه. باش يكون ليس يبان مقاد، الا زيرناه كيجي زوين ان شاء الله في المنظر ديالو. هنا غادي نقادوه على هاد الفورما ان شاء الله. كنديرو الساندويتش ديالنا شويه كبير، بغينا نصغرهم نصغرهم الا بغينا على حساب. هنا كنقادو هاد البريوش ديالنا بحال هكا، كنوسعوه شوية باش تكون الفورمو ديالو كبيرة شوية. صافي كنخليوه يخمر وكندهنوه بالبيض، كندخلوه للفران درجة الحرارة 180 حتى 200 درجة باش البريوش ديالنا خصو يكون رطب مزيان، ما يكونش من العجينة ديالو قاصحة، يكون العجين ديالو رطبة باش نحصلو على نتيجة زوينة إن شاء الله. نخلطو البيض ديالنا، بيضة وحدة كنخلطوها مزيان، خص ندمج الصفر مع البيض باش يعطينا اللون زوين. كندوريوها بحال هكا،
هنا كنديروا شويه ديال غير شويه شي حاجه خفيفه ماشي بزاف شراطي خفاف غادي نحطوه نخليوه يخمر عادي ان شاء الله نطيبوه خلينا البريوش ديالنا تخمر مزيان غادي ندخلوه للفران على بركة الله العافية الفوق العافية لتحت درجة الحرارة 200 درجة ان شاء الله البريوش ديالنا هو طاب كنقلعوه في الطوا كيكون لتحت محمر مزيان ومن الفوق محمر غادي نخليوه يبرد عاد نعمروه ما نعمروش سخون نهائيا غادي نقطعوا البريوش ديالنا بهذه الطريقه ان شاء الله نحلوه شويه هكا هكا غادي ناخذوا الشوكولا ديال الدهن مرة يعني مزيانة نديرو هاد الخبز ديالنا بهاد الطريقة إن شاء الله بهاد الطريقة ناخدو البنان هاكا ناخدو البنان ديالنا نديروه فوق هذيك الشوكولا يعني ديسير كيجي رائع للاولاد ديالنا وصحي 100% ان شاء الله مرحبا بكم اخواني اخواتي هذا هو الفيديو ديالنا ديال البريوش يعني بالشوكولا ديال الدهن الرائعه مع البنان كيجي ديسير زوين للاطفال ديالنا نقدروا نديروا في شي كعيط ونعطيوه لهم واحد الديسير رائع رائع وصحي 100% بريوش شوكولا ديال الدهن ونص بنانه كيجي داكشي طوب ان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى لكم كل التوفيق والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.